The Crowded Room، مسلسل مكون من موسم واحد مكون من 10 حلقات، انتاج 2023، دراما وجريمة مستوحى من احداث حقيقية، متوفر كاملة للمشاهدة على ابل بلس، لا يصلح لمن اعمارهم اقل من 18 عاما. قصة المسلسل: في صيف عام 1979 بمنهاتن تم القبض على شاب اسمه داني بسبب محاولة فاشلة لقتل شخص ما، وبيبدأ التحقيق معه، وبنتعرف خلال التحقيق على قصة حياته وما اسباب وصوله هذه النقطة من حياته. العناوين العريضة للمسلسل: غموض فقد شغف المتابعة وجعل الصبر ينفذ، الخروج الصعب من عباءة سبايدر مان. السيناريو والحوار: السيناريو مقتبس من كتاب بعنوان The Minds of Billy Milligan، والمأخوذة في الأساس من القصة الحقيقية للشاب بيلي، أول أمريكي يخفف حكمه بسبب إثبات اضطرابه العقلي. تبدو هذه المعلومة غير مهمة، ولكنها ضرورية للغاية في سياق هذا المسلسل. فمنذ بداية الأحداث يعرف المشاهد أنه أمام راوي غير موثوق به، وما يقوله يجب أن لا يعد حقيقة إلا بعد كثير من التمحيص، وهو الدور الذي تقوم به المحققة ريا والمعالجة النفسية. نقطة البداية في السيناريو هي جريمة إطلاق الرصاص التي قام بها داني، والذي يحاول فك غموض دوافعه بعرض أحداث من ماضيه التي تبدو متناقضة في كثير من الأحيان ومحيرة. اسم المسلسل The Crowded Room في هذا السياق يشير بشكل أساسي إلى ذهن البطل نفسه المليء بالشخصيات التي لا يمكن يتأكد من حقيقتها خلال سرده عنها والذكريات المتشابكة، بل شخصية أخ توأم لا يتأكد المشاهد من كونه حقيقيا أم جزء من أعراض انفصام يدعي البطل الإصابة بها. هذه الطريقة في السرد سلاح ذو حدين، فمن الممكن أن تبقي المتفرج منشغلا بالتركيز في كل المعلومات التي يحصل عليها، أو تتحول بسهولة إلى متاهة حلزونية يشعر المشاهد أنه أسيرها كما لو أنه بطل المسلسل، ولكن بلا أمل في النفاذ إلى الحقيقة. السيناريو تحول إلى الحالة الثانية، فحتى منتصف المسلسل لن يتم الكشف إلا عن الحدود الدنيا من التفاصيل، ولم تتقدم الحبكة سوى بضعة خطوات، ومن الممكن الاستغناء عن حلقات كاملة وليس فقط بضعة مشاهد من دون أن ترتبك الأحداث، وذلك لأن السيناريو انهمك في إعادة سرد القصص نفسها التي تعيد المعلومات ذاتها بوسائل مختلفة. الإخراج والتصوير والإضاءة: الإخراج كلاسيكي جيد ملائم للأحداث بشكل كبير بدون مغامرات إخراجية في اختيار الكادرات وحركة الكاميرا وزوايا الكاميرا المختلفة. التصوير ذو جودة جيدة جدا، الإضاءة والألوان درامية متميزة، الموسيقى اختيارات مناسبة للأجواء العامة بالمسلسل. الممثلين: توم هولاند ذاق طعم النجاح منذ 8 سنوات، قبلها كان ممثلا شابا يتنقل بين الأدوار الصغيرة في السينما والمسرح حتى تحول بين ليلى وضحاها إلى سبايدر مان الجديد في عالم مارفل الممتد، واكتسب بهذا الدور شعبية واسعة للغاية وتحول إلى واحد من أكثر ممثلي جيله شهرة ونجاحا. ولكن كأي ممثل ذكي لا يرغب أن يصبح حبيسا لدور واحد، يحاول هولاند بشكل مستمر الخروج من هذا الإطار الضيق. قدم خارج مارفل العديد من الأدوار إلا أنه لم يحقق أي منها نجاحا مماثلا لسبايدر مان، فأغلبها بدور الشاب المغامر اللطيف والمحبوب، ما عدا هنا في المسلسل فقط حاول فيها كسر هذه الصور النمطية. يقدم شخصية الشاب المضطرب الذي يقف على الحافة بين الخير والشر، تمكنه ملامحه البريئة من الخداع، ولكن في الوقت ذاته عبر أدائه نرى أبعادا أكثر عمقا للشخصية تجعلها معادية للمجتمع. فيقدم في المسلسل شاب يعاني خللا نفسيا، وعبر حلقات يتم عرض الأسباب وراء هذا الاضطراب، إذا كانت لها علاقة بماضيه بالفعل كما يدعي أم أن الأمر كان متأصلا في شخصيته. يبدو أن السيناريو لم يساعد هولاند بما فيه الكفاية، ولكن اجتهاده في الأداء يظهر بوضوح من أول وهلة، وبالتأكيد دور متميز منه وأداء قوي. المسلسل مبني على فرضية واعدة، لكن القصة تدور في مما يؤدي إلى تجربة مرهقة ومحبطة في كثير من الأحيان، وهو وصف لا يمكن إنكار حقيقته. فلم ينجح صناع المسلسل في تحديد ذلك الحد الفاصل بين الغموض المثير والغموض المحبط، كان من الأفضل أن يكون المسلسل أكثر من ذلك وأن يكون 6 حلقات فقط. تقييمي للمسلسل هو 7/10.